السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أسركم. أهلا وسهلا أخويا. لا بس. معنا. معكم السيد سعد عربي مدير شركة أورل أنتربريز عربي أمبار. حكم حاضرين في إيكيبوتو. نعم. جديدكم. نعم الحمد لله إحنا جينا على إيكيبوتو العام هذا يعني كان مليح بارابور العام اللي فات، لأن العام اللي فات كان في مكان شوية كومبليكي، هذه السنة كان مليح إن شاء الله. بوه يعني رغم كانت صعوبة على الكورونا السنوات الماضية اللي هي ما جيناش فيهم ما حضرناش، لكن الحمد لله هناك حركة، يعني هناك مجتمع يدور يعني كاين شوية. صحيح يعني كاين هناك نقصان في الآن في القطع الغيار، لأن كثير زبائن اللي هما كانوا متشوقين أنهم يلقوا كل الطلبات نتاعهم حاضرة، لكن للأسف احنا نتمنى إن شاء الله أن تكون في المستقبل أكثر. وإحنا ثاني كيف رانا نحاولوا نطوروا في كل مرة، نحاولوا نطوروا أكثر وأكثر، لأن تطوير يعني إحنا ماذا بينا نروحوا للصناعة، ماذا بينا نروحوا لكل شيء، لكن ما زال شوية في كل مرة رانا نصلحوا في أمورنا إن شاء الله شوية والحمد لله. منتوجكم وجديدكم وش موفرين؟ إحنا الآن موفرين عدة علامات تجارية اللي هي علامات يعني معروفة في الجزائر، بدون يعني العلامات شوفت التجارة حاضرين. عندنا كيما سيسبونسيون كيما بزاف حوايج يعني معروفين والحمد لله، يعني الناس يعرفوهم وحاجه يعني مليحه بزاف بالنسبه للزبائن. احنا ما نشكروهاش، لكن الزبون هو اللي راح يشكر هذا القطعه اللي راها موجوده عندنا. مع عودة استيراد سيارات قبل 3 سنوات وعودة استيراد سيارات جديدة مصطنعة هنا في الجزائر، كيفاش شفتوا الديناميكية؟ والله يعني عودة فتح يعني استيراد السيارات هذا كان جميل جدا، لأن كل الشعب الجزائري متشوق لهذا اليوم نتاع الفتح الاستيراد، لأن احنا لما نشوفه ونقولوا بلي السيارة اليوم كان السيارات اللي هي في السبعينات وفي الثمانينات يعني كانت صبحت قديمة جدا جدا، وبالتالي كل المواطن الجزائري يبحث عن سيارة اللي هي تكون لائقة وتكون يعني تقدر تعطي له فرصة باه يتحرك وباه يمشي. هذا راح يفتح باب تجاري، لأن التجارة قد ما تكون حركات يعني في السيارات قد ما راح تكون كاين تجارة، وهذا الشيء يشرف الحمد لله. فقدتم بعد الصالون من نصيبوكم؟ احنا المقر تاع الشركة تاعنا في ولاية المسيلة بالضبط، طرنا في ولاية المسيلة لأن الشركة تاعنا معروفة، يعني بداية الشركة كانت في 2006. طبعا من قبل الشركة كانت عندنا مبيعات وكنا دايرين بالجملة، درنا بالديتاي قبل ودرنا بالجملة وطورنا يعني وسعنا حتى اليوم من 2006 لحد الساعة رانا نديروا الاستيراد الحمد لله. عدة علامات، عدة دول مشيو لها، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الصين، تركيا، كاين هناك دول كثيرة مشيو لها إن شاء الله، الهند، والحمد لله يعني دائما نجيبوا العلامة اللي هي راح تكون في المستوى المطلوب تاع المواطن. يعطيكم الصحة والتوفيق. شكرا على الزيارة نتاعكم ورحبوا بكم مرة ثانية، ويعطيكم الصحة وربي يبارك فيكم إن شاء الله.